السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدين من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط الخليج. برحب بكم على قناة مصطفى أمين على اليوتيوب. هنتفرج النهاردة على النخل. لا أخد معلومة بسيطة ممكن يكون ناس كتير عارفينها وناس أكتر متمرسين وعندهم احترافية وخبرة في النخيل أكتر مني، لكن أنا مبتدئ وهاوي وبحب اللي أنا بعمله. هنشوف مع بعض إزاي إن احنا نحصل على فسيلة نخل بنفس مواصفات النخلة الأم اللي هي اسمها بنت جورة. بنت جورة إن النخلة يكون عندنا نخلة أم وبناخد من جنبها الخلف بتاعتها. هنشوف مع بعض طريقة تحضين الخلف وإن احنا نخلي بالنا من الخلف، لأن كل خلفة أو كل اسمه ركوب اللي بيكون طالع في النخل بالشكل ده فوق، لو احنا قطعناه اللي هو الشكل اللي قدامنا ده، لو احنا شلناها النخلة ديت، لو احنا شلناها خالص وجينا نزرعها مش هنلاقي لها جدر. ويعتبر الرواكيب القوية ممكن نحضنها ان احنا هنا كده هنحط تراب. احنا دلوقتي نضفنا الجريد، هنملى المنطقة ديت بالتراب، املاها تراب ونحط فيها مية علشان الرواكيب ديت تعمل جذور نقدر نقلعها ونزرعها، يبقى عندنا فسيلة نخل بنفس مواصفات النخلة الأم. طبعا السل بتاع النخل اللي هو ده فظيع جدا، يعني السل ده الخبطة منه أو لو اتصبت منه إصابة بتأثر على إيدك جامد قوي. ملناش دعوة الحمد لله، يعني كل شوكة بتيجي فينا بيكون في ميزات حسناتنا، وان احنا نزرع نخل دي بيكون شيء جميل ونحافظ على النخل اللي عندنا عشان يبقى عندنا نخل بنفس مواصفات النخلة الام اللي هي ديت. دي النخلة الام، بسم الله ما شاء الله، يعني مطلعها اكتر من 10 صبايط بلح. فاحنا بنحضن على النخل اللي هو الصغير ده. دي كان هنا في نخلة وجالها سوسة النخيل وقطعناها اللي هي الجذر بتاعها اللي هو ده، وطلعت من جنبها اللي هو النخل الصغير ده. احنا بنحضن عليه بالتراب بالشكل ده علشان لما نحط له مية يقدر ينبت ويطلع جذور نقدر بعد كده ان احنا نقلعه ونزرع النخل الصغير او الرقيب او الخلف او البنت الجورة بتاعت النخل، نقدر نزرعها في الارض المستديمة. يعني مثلا دول فسائل اتقلعوا وزرعتهم وحطيت لهم مية، هما دلوقتي بقالهم اكتر من شهر ونص زرعهم. ديت عشان خلف صغيرة فانا زرعتها في اول البرسيم بالشكل ده، والحمد لله يعني لحد دلوقتي اللي هو القلب اخضر لان ليها جذور من تحت، فبتخلي النخلة تستجيب بسرعة وان هي تكون جذور والجذور تمتص المياه وتبدأ القلب يشتغل من جديد. فاحنا بنحضن عليه بالتراب بالشكل ده علشان نحضن على النخلة ويكون عندنا رواكيب ونخل صغير نقدر نزرعه تاني. وبرضو الأشقاء العرب كل منطقة بتختلف عن المنطقة الأخرى في زراعة النخيل، بس الكل بيجتمعوا على حب وعشق للنخلة. النخلة زي ما بتقال في الفلاحين، النخلة بقرات أرض. فكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم عليكم، وربنا يجعل الأيام ديت أيام خير وأيام صحة وسعادة للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.